القوات العراقية تتقدم جنوب غربي الفلوجة بعد معارك ضارية، ومصادر تؤكد وجود مستشارين إيرانيين في صفوف ميليشيات الحشد. جنود أمريكيون يشاركون في العمليات الميدانية في الرقة، وديمستورا لا يرى فرصة لاستئناف جنيف قبل أسبوعين. تفاؤل بتحقيق اختراق في المشاورات اليمنية، ومخاوف إزاء مصير 12 صحفيا معتقلين لدى الحوثيين. محققون ينفون تلقي إشارات جديدة من الطائرة المصرية المنكوبة منذ تحطمها، وقطع بحرية فرنسية تشارك في البحث قريبا. في خطوة غير مسبوقة، أوباما يزور هيروشيما اليابانية ويدعو لعالم خال من السلاح النووي.